ينضم إلينا الآن من العاصمة اللبنانية بيروت أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي. أهلا بك سيادة العميد معنا. في البداية، يعني كيف تقرأ التطورات الأخيرة المتلاحقة والمتصاعدة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. لا شك أن تعثر المفاوضات تسبب في تصعيد المواجهات على جبهة لبنان، وزاد من مخاوف ومخاطر انزلاق الأمور إلى الأسوأ، أكان في غزة أو على الجبهة اللبنانية. بالأمس كان هناك يعني استهداف إسرائيلي لعمق الأراضي اللبنانية، أكان في البقاع أو في صيدا. وأيضا حزب الله نفذ أكثر من 13 عملية قصف واستهداف لمراكز إسرائيلية في العمق الإسرائيلي، منها أهداف يعني ضمت أو دخلت إلى قائمة الاستهداف للمرة الأولى، خاصة إذا تحدثنا عن مستوطنة كتسريم التي أصيبت فيها عدة 5 منازل على ما أعتقد أو أكثر بأضرار، بعضها احترق. نعم يعني هناك حالة من التصعيد، لكن بالمقابل أيضا هناك جهود دبلوماسية مكثفة لمحاولة احتواء التصعيد، أكان على جبهة لبنان أو مع إيران، وعدم انزلاق الأمور إلى الحرب الشاملة. الجميع بانتظار الأيام الحاسمة القادمة وما ستسفر عنه يعني المساعي الغربية ومساعي طبعا مصر وقطر والوسطاء في محاولة شبه أخيرة للتوصل إلى صفقة ووقف في إطلاق النار في غزة. حتى الآن يعني التصعيد طبعا هو سيد الموقف. هناك في الصحف الإسرائيلية حملة تهويل كبيرة جدا منذ الأمس، تهدد يعني بضرب لبنان وبتوجيه ضربات قاسية إلى لبنان. سمعنا ذلك من بن غفير. نعم، حتى أن التقارير الإعلامية الإسرائيلية سيد أكرم تشير إلى نقل جبهات القتال واستعداد الجيش الاتجاه إلى جبهة الشمال مع لبنان. هل هذا يعني التهدئة في قطاع غزة وفتح جبهة جديدة في لبنان؟ يعني نعم، سمعنا هذا التهويل الإعلامي، هذه حملة تهويل إعلامية كبيرة تخوضها يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى بعض وسائل الإعلام الغربية، لكن حزب الله ما زال مصرا على موقفه ويرفض الاستماع إلى أي تهديدات ينقلها الدبلوماسيون أو سياسيون، ويعني موقفه واضح أن لا وقف للحرب طالما استمرت إسرائيل في حربها على غزة. وبالتالي هذا الترابط، مهما كان هناك من محاولات إسرائيلية وغربية لفك هذا الترابط، أعتقد أنه من الصعب جدا. نحن أمام أيام حاسمة كما ذكرت، بانتظار ما ستؤول إليه النتيجة النهائية للمفاوضات، لكن طبعا يجب أيضا عدم إهمال هذه التصريحات الإسرائيلية، كان من بن غفير أو من رئيس حكومة العدو الذي زار أيضا منطقة الشمال وقال أن سلاح الجو هو القبضة الحديدية التي تضرب بها إسرائيل أعدائها، أو من ما قاله رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعني الجديد شلومي بندر، الذي قال أيضا أن احتمالات توسع الحرب ما زالت قائمة بشكل كبير. لكن الواقع الميداني أيضا يشير إلى أمور عديدة. أعتقد يعني ما قاله أيضا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الشمال بالأمس بعد قصف كتسريم، وما قاله رئيس بلدية كتسريم عن أنه لا يوجد مكان آمن وأن الصواريخ تتساقط في كل مكان وأن هناك عدد كبير من المستوطنين أصيبوا بحالات الهلع، أعتقد كل ذلك مؤشرات تدل على أن المرحلة صعبة. نحن نمر في أيام صعبة جدا وقاسية جدا، لا أحد يعلم كيف ستتدحرج الأمور. هناك مساعي أمريكية جدية لمنع اشتعال منطقة الشرق الأوسط. بالأمس وصلت حاملة الطائرات إبراهام لينكولن مع المدمرات المرافقة لها إلى يعني دخلت منطقة المياه الشرق الأوسط القريبة من إسرائيل، وبالتالي نحن أمام أيام حرجة. نعم، هذه التطورات سيد أكرم كيف ينظر إليها في الداخل اللبناني؟ يعني ردود الفعل في وسائل الإعلام اللبنانية وأيضا في الأوساط اللبنانية، خاصة مع وصول الاستهدافات الإسرائيلية إلى أراضٍ في العمق اللبناني.
يعني في لبنان لا شك هناك أكثر من رأي، وهناك انقسام كما في أي مكان في أو في أي دولة. هناك من يؤيد يعني مساندة المقاومة للمقاومة الفلسطينية، وهناك من يعارض ولا يريد زج لبنان في هذا الأتون. لكن يعني الواقع أن لبنان تورط في الأزمة، المشكلة الفلسطينية ليس باختياره، يعني منذ عام 1948 عندما أجبرت إسرائيل الفلسطينيين على اللجوء إلى لبنان واحتلت أراضي لبنانية، وثم في عام 67 وعام 78 وعام 82 اجتاحت بيروت وما زالت تجتاح أراضي لبنانية. لذلك لبنان يعني رغما عنه متورط في هذه المسألة، هذا إضافة طبعا إلى أنه دولة عربية يساند الحق العربي ويساند القضية الأساسية للعرب، قضية فلسطين وقضية تحرير فلسطين، هذا أمر أيضا مسار طبيعي. أعتقد هناك يعني صحيح بعض المواطنين يتخوفون وهذا يمكن فهمه، يعني لا أحد يريد الحرب الشاملة. الموقف الرسمي اللبناني ما زال يؤكد ويصر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 1701 الذي نسمع مطالبات أمريكية بتطبيقه، لكن نحن نريد أن يطبق هذا القرار من قبل الجانبين، ليس فقط أن يطبق لبنان القرار 1701 وأن تستمر إسرائيل في انتهاك السيادة اللبنانية والاعتداء على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي اللبنانية ويعني استباحة الأجواء اللبنانية والمياه اللبنانية. هذا لا يعد تطبيقا للقرار ولا عدالة يعني ولا شرعية دولية. أنا أعتقد أيضا ما قاله المندوب الإسرائيلي بالأمس في الأمم المتحدة هو أيضا مؤشر مهم جدا، أن الأجواء داخل المنظمة الدولية لم تعد يعني موالية لإسرائيل، ولم تعد أصبحت تكشف الجرائم الإسرائيلية، وأصبحت كما هو يصفها بأنها معادية لإسرائيل. ليست معادية لإسرائيل لأنها إسرائيل، هي معادية لما ترتكبه إسرائيل من جرائم ولما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات للقوانين الدولية ولما تقوم به إسرائيل من يعني إهانة لكل المؤسسات الدولية، أكان الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المحاكم الدولية. على الإسرائيليين، أعتقد على الإسرائيليين أن يكونوا أكثر واقعية إذا أرادوا يعني السلام والعيش بسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن يقبلوا بمبادرات السلام العربية، وأن لا يستمر يعني بن غفير وسموتريش ونتنياهو بقيادة إسرائيل إلى الجحيم وقيادة منطقة الشرق الأوسط إلى أتون النار. نعم، كما ذكرت لا أحد يريد الحرب الشاملة. سيد أكرم سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، شكرا لك، كنت معنا من بيروت.